مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج قالت الصحف، جملة من القضايا والموضوعات التي عنونتها صحافتنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء، موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية. والبداية من فقرة مانشيت وأبرز عناوين الصحف الرئيسية نتابعها بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة البعث التي تحدثت عن عدة مواضيع، منها ملتقى العشائر العربية في حلب يدين الاحتلالين الأمريكي والتركي ويؤكد على تحرير الأرض السورية. بعد أشهر من قطعها مياه علوك تعود لتغذية أحياء الحسكة. 22 ألف متقدم لاختبارات مدارس المتفوقين. وأيضا اهتمت صحيفة تشرين بقضايا عدة ومن عناوينها: مشروع جريح وطن يعلن بدء توزيع القرطاسية والحقائب المدرسية لأبناء الجرحى، شكاوى من ارتفاع أسعار مستلزمات الطالب، وعضو المكتب التنفيذي في اللاذقية يلوز بصالات السورية للتجارة. 17 أيلول المقبل بدء العام الدراسي في الجامعات الحكومية. بدورها صحيفة الوطن السورية ذكرت عناوين منها: الجيش الروسي يعزز مواقعه في دونيسك وعلى طول خط المواجهة تصل ل 300% من الراتب، نظام التحفيز الوظيفي في وزارة النفط أصبح نافذا. وزارة النقل تعلن تأهيل 36 جسرا دمرها الإرهاب في حلب وحمص ودير الزور ودرعا. ومن مانشيت إلى فقرة رأي الصحف والمقال الذي كتبه الصحفي ديب حسن في جريدة الثورة تحت عنوان حين يتحدث الإرهاب. تقول الصحيفة: ربما لم يشهد التاريخ مرحلة أكثر تزييفا للحقائق من هذه المرحلة التي تقتضي الوقائع أن تكون الأكثر صدقا وصراحة بحكم تطور وسائل الإعلام ونقل الخبر، ولكن ما حدث هو العكس تماما، إذ تعمد القوى الاستعمارية التي لا تزال تحن إلى أن تبقى هي محور الكون، تعمد إلى ممارسة التزييف والتضليل والأكاذيب وبكل وقاحة تفعل. ويتابع الصحفي ديب حسن مقالته بالقول: هل من أحد لا يعرف تاريخ الإجرام الفرنسي وما تركه من كوارث في العالم وما زال مستمرا في أفريقيا وغيرها؟ أما واشنطن فلا يمكن أن تجد نار حرب منذ أن كانت واشنطن إلا وهي وراءها. لن نمل من إعادة التذكير إنها صاحبة أطول تاريخ إرهابي في العالم وما زالت. ويختم الصحفي ديب حسن مقالته بالقول: مع هذا كله ما زالت باريس وواشنطن تمارسان العدوان المباشر وغير المباشر وتنصبان نفسيهما وصيتين على العالم. الكذبة مفضوحة ممجوجة ولا بد أن تنتهي مع التحولات العالمية التي بدأت ولا رجعة فيها. وفي فقرة التحقيقات وقضايا نتوقف مع جريدة البعث والتحقيق الذي أجرته الصحفية زكاء أسعد تحت عنوان مع اقتراب افتتاح المدارس الأسر تواجه الصعوبات في تأمين مستلزمات أبنائها. تقول الصحيفة: مع اقتراب افتتاح المدارس تتزايد الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور في تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائهم بسبب ارتفاع الأسعار، وقد يحتاج الأبن الواحد لقرض لإكسائه، فكيف لمن لديه أكثر من طالب وطالبة؟ وتضيف الصحيفة في جولة على
على أسواق المدينة، يظهر ارتفاع أسعار القرطاسية ومستلزمات العودة للمدرسة بنسبة تصل إلى 200% مقارنة بالعام السابق، حيث تتراوح أسعار الحقيبة بين 100 إلى 150 ألف ليرة، كما تبدأ أسعار الدفاتر من 3000 إلى 17000. أما عن اللباس المدرسي فحدث ولا حرج، إذ يتراوح سعر المريول الخاص بالمرحلة الابتدائية بين 50 و 90 ألف ليرة، وقد يفوق سعر اللباس الخاص بالمرحلة الإعدادية والثانوية إلى 200 ألف ليرة. وفي فقرة زوايا وأعمدة نتوقف مع جريدة العروبة والمقال الذي كتبته الصحفية هنادي سلامة تحت عنوان نقطة على السطر، الدفع مقابل خدمات خلبية. تقول الصحيفة: تتفنن شركة الاتصالات برفع أجور خدماتها الهاتفية التي تقول بأنها مسؤولة عنها، سواء خدمة الهاتف الأرضي أو البوابات، والمواطن يلتزم ويدفع دون أن يتمكن من الاستفسار، لأن الموظف نفسيته متعبة وغير قادر على تحمل ثقل دم أسئلة المواطن، والتي أكاد أعتقد جازمة بأنه لا يملك عنها إجابة، زيادات ورسوم وغيرها من البنود التي تمتلئ بها الفاتورة دون تفصيل أو تبرير، لتضرب الشركة بذلك بعرض الحائط احترام المشترك أو الزبون. وتتابع الصحفية هنادي سلامة مقالتها بالقول: الطامة الكبرى الأكبر أن أغلب هؤلاء الزبائن يدفعون مقابل خدمات أقل، ما يقال عنها خلبية، وخصوصا في الريف المتسع للمحافظة، فالتشويش رفيق المكالمات خاصة في الأجواء الماطرة أو الحارة أو الضبابية أو الغائمة، ويكاد الأغلبية يستغنون عن الهاتف الأرضي بدل الإصابة بالتوتر، والكلام عام على أغلب مناطق الريف. أما الانقطاعات والأعطال فهي متكررة، والإصلاحات لمن رحم ربي، ناهيك عن سرعات الإنترنت الوهمية والتي تفقد مصداقيتها مع مرور الوقت، لتغيب الشركة نوعا ما عن المنافسة مع القطاع الخاص. وتختم الصحفية هنادي سلامة مقالتها بالقول: بما أن الشركة ربحية بنسبة 100% والزيادات موجودة ولا يتم احتساب أي اعتبار ودون إعلام عنها، فهي أمر واقع ويجب علينا تقبله والقبول به، بل والدعاء بدوام هذه النعمة، فلماذا لا يتم إيجاد آلية عمل فيها من الاحترام ما يليق بالقطاع العام ويليق بالمواطن؟ نتساءل. وفي فقرة ملفات اجتماعية نتوقف مع جريدة تشرين وما كتبته الصحفية دينا عبد في صفحة المجتمع تحت عنوان دور الأهل بمواجهة صعوبات الطفل في يومه المدرسي الأول. تقول الصحيفة: تمثل المدرسة بالنسبة للطفل عالما مختلفا يقضي فيه أهم مراحل حياته، ونظرته لها في يومه الأول لا تخلو من الخوف والاستغراب لكل ما فيها من أشخاص وقوانين وأنظمة جديدة تقيد حركته وتحدد سلوكه، فقد يميل البعض للبكاء ورفض دخول الصف، وقد يشعر آخرون بالقلق لعدة أيام قبل الذهاب للمدرسة، لذا لا بد من معرفة ما يمر به الطفل خلال هذا اليوم من صعوبات ودعمه ومساعدته في سبيل تجاوزها وتعلم الدروس منها والنجاح في اختبارها. مشاهدين الحديث أكثر عن موضوع
عفوا عن صعوبة الطفل في يومه المدرسي الأول ودور الأهل في معالجة هذا الموضوع. يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الموجهة التربوية رغداء والمرشدة النفسية رغداء خير بيك. أهلا ومرحبا بك سيدة رغداء، يسعد أوقاتك. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم جميعا وأوقات المشاهدين، وكل عام وأنتم وجميع أبنائنا في سوريا بألف خير، أبنائنا الطلبة مع افتتاح يعني اليوم الأول من العام الدراسي. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عام دراسي مليء بالنجاح وتحقيق الأماني لأبنائنا الطلبة إن شاء الله. سيدة رغداء، يعني مثل ما بنعرف يعني خاصة الأطفال في الصف الأول القادمين على دخول مدرسة، يعني دائما هناك يعني خوف من قبل هؤلاء الأطفال إنهم رح يروحوا من البيت، رح يروحوا على مكان بالنسبة لإلهم يعني رح يقيد حركتهم، ممكن رح يشوفوا كما قالت الصحيفة رح يشوفوا ناس يعني جدد ما متعرفين عليهم من قبل. يعني كيف ممكن هون للأهل يعني دعم وتهيئة أبنائهم نفسيا ومعنويا للعودة إلى المدرسة، وذلك بعيدا عن القلق وخاصة في الأيام الأولى من المدرسة؟ هذه الأيام الأولى هي الأيام الأكثر حساسية بالنسبة لهذا الطفل. نعم، جيد هذا الكلام، وقد خصصت التحدث عن طفل يدخل المدرسة للمرة الأولى. نعم. كصف أول، فمنهم من يكون قد دخل إلى مرحلة رياض الأطفال، دخل إلى الروضة، ومنهم قد يكون لم يدخل إلى روضة الأطفال. لا فرق بين هذا وذاك، يعني من حيث المبدأ كدخوله أول مرة للصف الأول الابتدائي. فبالتالي هؤلاء الأطفال دائما نحن نتوجه للأهالي الكرام قبل أن يتم افتتاح العام الدراسي لاصطحاب أبنائهم إلى مكان المدرسة التي سيدرس فيها هذا الطفل. نعم. فبالتالي هذه العملية الاصطحاب له، بالتالي تنسيق مع مديرة المدرسة أو مدير المدرسة، مع معلمة صف مثلا موجودة بالمدرسة، أي معلمة، بأنه نستأذن بالدخول للمدرسة ونعرفه أنه هاي المدرسة اللي أنت رح تجي عليها، شوفها شو حلوة، تعال فوت لجوا لنشوف الصفوف كيف، مين بيكون فيها، مين المعلمين، مين. هي عبارة عن تهيئة مسبقة، وفعلا أنا بفوت الطالب بعد ما أخذ إذن من إدارة المدرسة وبخليه يعني طبعا برفقة معلمة موجودة بالمدرسة، ترافقنا لحتى يشوفوا وين الصفوف، لحتى يشوف باحة المدرسة، يشوف العفو يعني الحمامات، كل هالتفاصيل هيدي لحتى هو يبلش يألف هالمكان هذا الجديد ويبلش يتعود عليه شوي شوي. كثير من الأوقات مثلا رايحة بدي اشتري غرض، بصطحب ابني للمكان اللي فيه المدرسة وبرجع بقول له تذكر المرة الماضية فتنا، بكرة بس يبلش العام الدراسي رح تفوت وتشوف المقاعد والصفوف ورفقاتك، رح يكون كثير في طلاب جداد، رح تتعرف على ناس جداد. إذا هي محفزات لترغيب الطفل بالضبط. في الدخول إلى بالضبط. المدرسة بالضبط. نعم. إضافة لأنه المعلمة بدها تستقبله بأسلوب حلو، طبعا هذا كله بيكون مترتب ومتنسق بشكل مسبق ما بين الأهل وما بين إدارة المدرسة والمعلمين الموجودين بالمدرسة قبل افتتاح العام الدراسي. يعني لو يوم، لو مرة، لو مرتين مثلا نقدر نحن نفوت هالطالب على هالمدرسة لحتى يبلش يألف جو المدرسة. وبالإضافة لتكرار مرورنا جنب المدرسة وأنه دائما منأشر أنه هاي المدرسة اللي بدك تدرس فيها، بكرة هيك بتفوتوا رفقاتك كذا بتشوف عالم تانيين، حتى الطفل اللي بالروضة بجوز يكون في من رفقاتك اللي معك بالروضة يكونوا معك اليوم لما بتبدأ المدرسة، بيكونوا معك بالمدرسة، بجوز تقعد أنت وحدة منهم مقعد واحد، ممكن تكونوا بشعبة واحدة بصف واحد. هذا أكبر الحكي. حافز للطفل يعني طبعا. وقت بيكون فعلا وقت اللي بيكون بالروضة، فكتير في أطفال بنشوفهم أنه ما كتير يعني بيكون عندهم، ما بيغير عليهم الجو لأنه كتير بيعتمدوا على رفقاتهم اللي كانوا معهم بالروضة. بالضبط بالضبط. إضافة لأنه مثلا المعلمة اللي بتستلمه بدها تبلش هي بابتسامة حلوة، أهلا وسهلا فيكم، بترغبهم، هي عملية ترغيب للطالب، كمان احتضانهم، احتواءهم، الاستماع لألهم، عرفتي، تقبلهم هيك بمحبة، يعني هل التصرفات هيدي كلياتها بتشجع الطالب وتكسر حاجز الخوف الذي يشعر به هذا الطالب من هذا المجهول الكبير، هذا البناء الجديد، هذا البناء الضخم. يعني هو راح على الروضة أو مثلا أو كان بالبيت مثلا،
ما شاف هيك بناء ضخم كمدرسة ابتدائية مؤلفة من كذا طابق من كذا صف. نعم استاذة رغدة، يعني بتفرق الروضة عن المدرسة؟ هلأ في الروضة هناك في ألعاب بتعرفي، يعني أكيد. في يعني الروضة مزينة حقيقة يعني لحتى يرغب الطفل بدخول الروضة، لأنه أكثر ما يمتع الطفل هو وجود الألعاب طبعاً. داخل الروضة، ولكن طبعاً. بدي يدخل على المدرسة فهون بدأ الجد، يعني طبعاً. المدرسة ما فيها ألعاب، ما فيها، ممكن فيها نشاطات رياضية، ممكن فيها نشاطات اجتماعية بتصير، ولكن ما فيها هيدي الألعاب اللي بترغب، وخاصة الطفل يعني اللي صف أول اللي هلأ داخل على المدرسة، فجاي هو من الروضة من الألعاب، بتعرفي في روضات كتير جميلة. نعم ترفيه مطلق. نعم عزيزتي، هذا سؤال كتير حلو حبيته منك، يعني بشكرك عليه. طفل بالروضة، وبحب شير هون لنقطة هامة، رياض الأطفال إن جينا للحقيقة، يعني لحتى تكون رياضة أطفال نموذجية هي بالدرجة الأولى شو مهمتها وشو وظيفتها صراحة. نعم. وظيفتها هي مجرد تعويد الطالب على الانضباط، على الالتزام، على العمل المتعاون، يعني على تعريفه أنه في حدا تاني موجود بالحياة بده يشاركك بهالحياة، تمام؟ صح. في أشخاص آخرين لحتى يتعلم، لحتى يصير عنده ينمو له الجانب الاجتماعي، لحتى ينمو عنده روح التعاون، لحتى ينمو عنده روح المحبة، الصداقة، التواصل، عرفتي كيف؟ إضافة لناحية مهمة، تدريب هذا الطفل على كيفية امساك القلم بشكل جيد. أما نحن بنشوف للأساس، مع احترامي لجميع رياض الأطفال والقائمين عليها، هدفهم يعني بدنا نعلم الطفل يعد للعشرة أو حتى يعد للأعداد كبيرة، أو يضرب ويقسم ويطرح، ومثلا يحفظ بالإنجليزي الحروف والكتابة والأرقام. ليش هالإرهاق للطفل؟ يعني هو بدي أعطيه أنا شيء يتناسب مع مداركه العقلية. فروضة الأطفال دائما رح تكون هي ترفيهية أكثر ما هي تعليمية، لحتى أنا مثل ما ذكرت يندربوا على هالقصص اللي حكيتها أنا، ونحن نطلقه للمدرسة، منعلمه على التعاون، على الاجتماع، على أنه في حدا، يعني كيف الاجتماع بقصد أنه يعني يكون ضمن فريق، يكون ضمن مجموعة، هاي القصد. فبالتالي هو من هون بينطلق للمدرسة، المدرسة تعليم، واضح هالشي هذا، يعني مو مثل الروضة. امبارح صار قدامي موقف، يعني الطفل بالروضة بده يدخل يعني السنة صف أول، فهو رافض إنه في المدرسة ألعاب وزحليطات وكذا، فعم حكي يعني عم أحكي أنا مثل ما عم يحكي الطفل تماماً. إذا ما فيه هيك أنا ما رح روح على المدرسة تماماً. فهذا كان شرطه لأهله إنه ما بدي يروح إذا ما كانت مثل الروضة حقه. فيها الروضة فيها ألعاب وفيها زحليطات وفيها مراجي، يعني ايه حقه، حقه هذا الطفل، يعني هو طفل، هي مداركه العقليه. شوفي صح. انا هذا اللي اشرت له، اذا انا كيف بدي احمله شيء يفوق مداركه العقليه؟ صح. والله يعد ولا يكتب ولا يجمع ولا ما بعرف شو يحفظ بالانجليزي، كل هالتفاصيل هي خاطئه 100%. اذا هون بيجي إيه يعني دور اداره المدرسه والمعلمين، يعني في هذا الموضوع، وفي يعني تشجيع هذا الطفل في دخوله في اليوم الاول الى المدرسه. بالضبط. نعم. وصدقا يعني بوجه تحية محبة وشكر لمعلميننا على مستوى القطر، ولمدرسيننا طبعا ذكورا وإناثا على مستوى القطر، يعني حتى اللي خارج القطر فهني نخب، هني ناس أكفاء يعني، وصدقا بيقوموا بهالعمل بمحبة برضا، وبيستقبلوا الأطفال هيك بهالابتسامة الحلوة. ويعني أنا اليوم مثلا أول يوم بالمدرسة من الصبح أنا موجودة بمدرستي لحتى انتهى دوامي، كيف استقبلنا هالطلاب، كيف نظمناهم التوزيع، توزيعهم على شعب، على صفوف، يعني رغم أني أنا بإعدادية وثانوية، فما بالك إذا كانت مدرسة ابتدائية، أكيد أكيد بيكون الشغل على أكثر وأكثر، يعني صراحة لأنه هلأ أنت عم تتعاملي مع طفل غير لما بتتعاملي مع طالب أكيد. بصف سابع وثامن وتاسع وتطلعي للثانوي، أكيد هذا صار عنده وعي أكثر، صار عنده مروني أكثر، صار أكيد. عنده تكيف أكثر، يعني صار متعود على جو المدارس. أما نحن بنحكي على الابتدائي، الابتدائي أكيد بده يكون في احتضان أكثر، بده يكون في محبة، في ترحيب، حتى هني كمان بدهم يشجعوهم من خلال مثلا الطلاب اللي هني قبلهم موجودين بالمدرسة، لما بيشوفوا أنه الطفل بطبيعته بيحب التقليد، بطبيعته بيحب صح. التقليد، لما بيشوف الطلاب هدول الأكبر منه جايين بمحبة وهيك، كيف الصفوا، كيف توزعوا على صفوف على كذا، وطلعوا فرصة وأكلوا سندويشة وهيك، ببلش يوم عن يوم يبلش ينسجم ويتأقلم. ليش نحن أنا ذكرت بالبداية من الصيف
قبل ما تفتح المدرسة على الأقل بشهر الأم لازم دائما أو الأب يصطحب أولاده للمكان الموجود فيه المدرسة لحتى يبلش يألف المكان لحتى يبلش يتعود على المكان. ما ضروري يفوت من قبل شهر على المدرسة، إنما على القليل لو يحقق دخول واحد مرة واحدة لها الطفل هذا مع وجود يعني كادر المدرسة أكيد وباستئذان منهم ليتفقد مثلا كيف جو المدرسة وضع الصفوف إلى آخره، لو مرة واحد يدخل معلش كويس على الأقل على الأقل نحن كمحيط للمدرسة كمدرسة خارج بشكل خارجي يعني لازم أكثر من مرة ناخده للمكان لحتى يبلش يألف. المرشد النفسي رغداء خير بيك كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. وفي فقرة الأخبار المحلية نتوقف اليوم مع مجموعة من الأخبار المحلية المنوعة ونبدأ من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. أوضح مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل لصحيفة الوحدة أن 255,760 طالبا في اللاذقية يتوجهون اليوم إلى مدارسهم، وأن المديرية استكملت أغلب التحضيرات والاستعدادات في المدارس لاستقبال العام الدراسي 2023-2024. صحيفة الفداء الصادرة في حما، أكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء حما المهندس حبيب خليل للفداء أن وفدا صينيا زار الشركة وطرح فكرة إنشاء أو بناء محطة طاقة شمسية 300 ميجاوات في أرض غربي كفر بهم، وهي أرض ملاك دولة مخصصة لتكون مشروع محطة توليد كهرباء. صحيفة العروبة الصادرة في حمص، بينت مديرة فرع مصرف التسليف الطلابي بجامعة البعث نورة معروف أن عدد الطلاب المستفيدين من القرض الطلابي 1467 طالبا وطالبة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة منذ بداية العام حوالي 528,120,000 ليرة سورية. صحيفة الجماهير الصادرة في حلب، بمشاركة 60 جناحا انطلاق فعالية العودة إلى المدارس بنسبة تخفيض 35% إلى 40% في ساحة فندق الأمير بحلب، ويعد المعرض نتاج تشاركية برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة التجارة تضمنت جميع مستلزمات العودة للمدرسة من القرطاسية والحقائب والملابس المدرسية والأحذية، بالإضافة للمواد الغذائية والمنظفات بأسعار منافسة وبحسومات كبيرة. مشاهدنا الكرام، نأمل أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم اليوم من موضوعات وقضايا. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.